بسم الله الرحمن الرحيم. تطالعنا اللوحات الصخرية المتفرقة في بدايات الأودية وفي مواقع مختلفة منها، وهذه اللوحات برسومها البيئية وخاصة الجانب الإحيائي منها، ومنها دلالة الصيد كما نجد هنا. هذه العلامة كثيرا ومتعلقة بالرماية، وأيضا أنواع الصيد، ومنها طائر قريب جدا من النعام والذئب هنا، بالإضافة إلى الوسائل المستخدمة في نقل الصيد أو لقوافل كما نشاهد هنا. وهذا رسم لحصان وبطريقة قديمة.